السلام عليكم. اليوم نقدم لكم حلوى بيضه واحده. كما كتشوفوا كنديروا بيضه وكنطربوها مع دانيت شوكولا، كنخلطوها مزيان. هي حلوى رائعه 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 واقتصاديه جدا بالنسبه للناس اللي عندهم وليدات ولا جا عندكم ضيف على غفله. كما كتشوفوا درنا بيضه وعلبه ديال طانيت بوحدو وكنخلطو مزيان كنحركو، وبهذاك دانيت غادي ناخدو قياس ديال باقي المقادير. كناخدو القياس الاول هو ديال الزيت، الزيت كنديروه تدريجي ما كنديروش في خطره واحده، شويه بشويه. انا زربت الفيديو باش تشوفوا مراحل كامله. كنديروا كاكاو صاشيه واحده، ولا عندكم ديال العبار كنديروا معلقه كبيره باش كان يعقد لينا الخليط. حلوه زوينه كتجي وهشه صراحه، جربوها كتجي غزاله. كنخلطو مزيان، نستمر في التحريك حتى كنحسو بالخليط جنس. بالنسبه للناس اللي كيبغيو ينكهو ممكن ديروا اي نكهه، انا درت الفاني، او ممكن تستغناو عليها ماشي ضروريه. ممكن نستمر في التحراك، نحركو مزيان. وكنديروا نص كاس ديال مايزينا ديال النشا، وكنستمر كنخلطو كنخلطو مزيان كما كتشوفوا حتى كتدخل لينا داك النشا مع المقادير. حلوه زوينه البنات، اللي بغات تجربها ما غتندموش، زوينه بزاف واقتصاديه وما كتاخذش المقادير بزاف. بالنسبه للطحين على حسب الخليط حتى كتجمع لكم العجينه. خلطوا مزيان، الطحين كتكونوا ديجا مغربلينو وكديروه بالتدريج. تخلطوا مزيان. انا استعملت في الاول هاد الطراب، ولكن في الثاني يديا باش كتجمع العجينه مزيان. من الاحسن تستعملوا يديكم باش تجمعوا العجينه ديال الحلوه وتحسوا بداك الشيء كيدخل فيها مزيان. صافي نحيدوا علينا هذا الخلاط اليدوي ونخلطوا بيدينا. نزيدوا الطحين ومطحين البنات بالتدريج باش ما تجيكمش قاصحه، وهي متى كتجمع لكم العجينه. نزيدو غير نص خمارة فقط في الاخير. هذا هو الشكل النهائي ديال العجينه، كتحس بها رطبه وما كتلصقش. دابا غندوزو للمرحله الثانيه، غنديروها كويورات. نحاولو نكوروها كامله البنات، كتجي حلوه زوينه زوينه بزاف وكتخرج. انا مازال هنا درت كويرات شويه كبار لان ما كانش عندي الوقت، وهكاك وخرجات ليا تبارك الله. هذا هو الشكل النهائي. كنجيبو الكوك الكونفيتير اللي عندكم واجد، كنديرو كما كتشوفوا عجينه ديال الكوك كنجمعوها بالكونفيتير. هذه الحشوه اللي غنعمرو بها العجين من الداخل. وممكن تستغناو على الكوك ديرو كاوكاو،
ديروا اي لوجو بغيتو، نبداو على بركة الله. كتقرصي عجينة صغيرة كما كتشوفوا دائرية وكتعمريها وكتسدي الجناب مع بعضياتهم وكتعاودي تروليها كما كتشوفوا معايا. طريقة جد سهلة سهلة وزوينة واقتصادية وكتوجد في أقل من 10 دقائق. ممكن تشكليها كيف ما بغيتي، انا درتها هكا مستطيلة. المهم هو المقادير والطريقة كيفاش، وشكلوها كيف ما بغيتوا البنات. ممكن ديروها كويرات كتجي بحال رافاييلو. حنا سالينا كنجيبو طاوة، انا درت فيها ورق ديال الفرن، اللي ما كانش عندكم عادي ممكن تستغنوا عليه. فوالا البنات، تيبقى ليا هنا طيبت الحلوه ديالي على فرن 180 درجه. كندير الشوكولاط في حمام مريم، 100 غرام ديال الشوكولاط مع معلقه ديال الزيت. فوالا هنا غنبداو تزيين. عندي داك الشوكولاط اللي ذوبت، انا درت هاد الطريقه. ممكن تغمسوا الحلوه كامله في الشوكولاط، انا درت غير جنيبات، درتها في كويغطات كما كتشوفوا. كما قلت لكم البنات الزين كيبقى على حسب الطوق، كاين اللي ما كيبغيش الكوك الخضر ممكن يحمروه، كاين اللي كيبغي كاوكاو. مهم اللي بغيتوه البنات، كتجي حلوه غزاله وهشه في المذاق. نتمنوا تجربوها. وهلا كنستمروا بالتزيين حتى نساليو الكميه كامله. كما كتشوفوا البنات انا درتها كبيره بحال كاطو كبير. فوالا سالينا ديال الكويغطات، وهنا درتها بلاش، ممكن تصغناو على الكويغطات. كتجي زوينه ومن الداخل هشه، كتجي بحال جوج ديال العجينات. هذاك العجين الداخل هو الكوك، كتجي غزاله. نتمنوا تجربوها البنات، حلوه رائعه في متناول الجميع وبيضه واحده وضانات. شكرا.